للمزيد إذن بشأن الأزمة المعيشية التي يعيشها التونسيون منذ أكثر من سنة وإخفاق الحكومة لحل هذه الأزمة، معنا هاتفيا من إسطنبول الصحفي والناشط السياسي التونسي زياد بو مخلا. مرحبا بك إذن أستاذ زياد. الآن في غضون شهر تموز الماضي 234 احتجاجا في تونس بسبب أزمات الماء والكهرباء والغذاء، كيف ترى تعامل الحكومة مع هذه الأزمات على الرغم من استمرارها وتفاقمها؟ ببساطة يمكن أن نقول أن هذه الحكومة عاجزة عن حل كل هذه المشاكل المطروحة، وهي مشاكل تتفاقم يوما بعد يوم. رئيس الدولة وهو الذي يقود الحكومة عمليا رغم وجود رئيس للحكومة بعد تغييره في الفترة القليلة الماضية، لا يفعل إلا أنه كل مرة يقيل أحد المسؤولين ويعين بدلهم آخرين، وأصلا لا يستقر هؤلاء المسؤولين في مكانهم. يعني على سبيل المثال ما حصل مثلا في ولاية القيروان عندما عين الوالي في وأقاله في غضون أقل من شهر ونصف، بعدما اتهمه في أنه فشل في إنفاذ مشروع مستشفى القيروان المركزي، رغم أنه هذا المشروع من أطلقه قيس سعيد، ومن يعطله عمليا هو رئاسة الجمهورية بسبب عجزها عن إدارة أوضاع البلاد. وبالتالي الأوضاع الحقيقة حرجة والحكومة عاجزة والأزمة تتفاقم، وغياب للمواد الأساسية، انقطاع مستمر في الكهرباء، أزمة لم يعرفها التونسيين الحقيقة في تاريخهم الحديث. يعني حتى في عهد الاستبداد والفساد لم يكن الوضع لما هو عليه، تحسنت الأمور قليلا ما بعد الثورة وخاصة في فترة الانتقال الديمقراطي، والآن عادت الانتكاس بشكل غير مسبوق، وفي ضوء كذلك أزمة مالية حادة، لأن الموضوع لا يتعلق فقط بفقدان المواد الأساسية وإنما كذلك بتراجع المقدرة الشرائية بشكل كبير جدا، وبإنهاك الميزانية التونسية ماليا، وبالتالي انخرام كل التوازنات المالية وضعف قدرة تونس على الإيفاء بتعهداتها في السوق العالمية. يعني الرئيس قيس سعيد ألقى بالتهم على من وصفهم بالقوة الشريرة، كيف يتفاعل الشعب مع هكذا تصريحات؟ الشارع التونسي لا شك أنه في البداية دعم قيس سعيد وأعطاه شعبية كبيرة مع بداية قدومه في 2019، لكن الرئيس استهلك تقريبا كل شعبيته، ومثل هذا الخطاب لم يعد ينطلي على أحد، خاصة أنه اجتمع لقيس سعيد ما لم يجتمع لغيره من السلطات. يعني قيس سعيد يحكم منفردا منذ أكثر من 3 سنوات، تتجمع لديه كل السلطات، يقيل من يريد ويعين من يريد، استولى على كل أنواع السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، وبالتالي كل المبررات التي قد يسوقها من أجل تبرير فشله أصبحت غير ذي إقناع في الشارع التونسي. صحيح أن هناك حالة فيها أقدار من الصمت أو ما يشبه القبول بالحالة الراهنة في الأوساط الشعبية، ولكن هذا لا يخفي كذلك في العمق أن هناك حالة من الغضب الكبير، أشار تقريركم إلى جزء منها من خلال حجم الاحتجاجات الموجودة على المستوى المناطق والمحليات والبلديات، وجزء آخر يعتمد في تقديري وفي المستقبل قد ينفجر في وجه هذه الحكومة وفي وجه قيس سعيد، لأن الأوضاع لا يمكن أن تحتمل. وأتوقع أنه كما عودتنا تونس وأن شتاءها يكون ساخن سياسيا، أنه إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه اليوم فإن الشتاء القادم سيكون في تقدير شتاء عاصفا، وقد يعصف بكل ما يعني بهذه الحكومة وبإمكانية استمرارها لفترة أطول من الزمن. أين يعني يكمن الخلل في تشخيص هذه الأزمة وحقيقة هذه الأزمة ومعالجتها وحلها في ظل استمرار هذه الأزمة وتفاقمها مع الوقت؟ الأزمة مركبة لا شك، أنه الأزمة في عمقها أزمة سياسية باعتبار أنه هناك انقلاب حصل في البلاد منذ أكثر من سنتين. هذا الانقلاب قتل السياسة على مستوى تونس، اغتال العملية الديمقراطية وأعاد تونس إلى ما قبل ثورة الحرية والكرامة، وأقصى كل الأطراف السياسية، وبالتالي هناك أزمة حقيقية في هذا المستوى، فضلا عن أزمة اقتصادية واجتماعية تتعلق بتراجع كبير جدا في قدرة تونس على
توليد إمكانيات جديدة وتوفير اعتمادات جديدة لميزانية الدولة، فضلا عن فشل مفاوضات على صندوق النقد الدولي الذي أعظم أزمتها في السوق العالمية في الفترة الأخيرة، ومعها كذلك أزمة حتى في محيطها الإقليمي. تونس اليوم مصطفى تماما، يعني مثلا في الصراع الحاصل على مستوى المغرب العربي مثلا بين الجزائر والمغرب، وهذا أفقدها دورها الريادي في منطقة المغرب العربي، استفافها كذلك وانخراطها في أزمة مع جملة من الدول الإفريقية بعد أزمة التصريحات العنصرية التي أطلقها الرئيس قيس سعيد وغيره من القضايا. فأزمة تونس اليوم معقدة ومعقدة جدا ومركبة وعلى مستويات مختلفة، وهو الذي يجعل يعني إيجاد حل في الوقت المنظور حقيقة فيه أقدر من الصعوبة. واليوم للأسف رئيس الجمهورية هو الحل وهو الداء وهو الدواء صح التعبير، هو الدواء في حالة ما تراجع خطوة للوراء وفهم أنه أدخل البلاد في أزمة، وبالتالي يجب أن يكون في تقديري يعني قراره الذي يمكن أن يخدم البلاد أن لا يترشح إلى الانتخابات القادمة وأن تجرى انتخابات قريبة يعني في البلاد أو على الأقل في موعدها في سنة 2024، وهو الداء إذا ما استمر في يعني الانفراد في إدارة البلاد وتعميق أزمتها الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن أزمتها السياسية. في سؤال أخير، يعني الاحتقان الشعبي يتصاعد الآن، هذه التظاهرات، الغضب الشعبي، إلى أي مدى يمكن أن يحرك الشعب من جديد في موجة ثانية للثورة؟ هل هذا ممكن برأيكم؟ تقديري أن الأمور قد تذهب أكثر إلى انفجار بمعنى يمس السلم الاجتماعي وليس بالمعنى الثوري الذي حصل كما حصل على سنة 2011. سبب هذا التقدير هو غياب للأسف إلى حد الآن بديل سياسي جاهز قادر على أنه يحمل معه هذا الغضب المجتمعي والغضب الاجتماعي، وبالتالي الأمور قد تنفجر، ولكن هذا الانفجار لا يعني بالضرورة ذهاب البلاد إلى وضع أحسن. هناك الكثر الآن صاروا يتحدثون عن السيناريو القادم في تونس هو تدخل الجيش ليحكم البلاد، وهو الذي صار له ضلع أساسي في الحكم خاصة في الثلاث سنوات الأخيرة، وبالتالي يبدو أن الحل في المرحلة القادمة في تونس لن يكون سياسيا، وهو قد يعني تنزلق البلاد إلى الفوضى، وهذا الذي كما قلت يفتح البلاد ممكن إلى تدخل القوات الصلبة لتحكم البلاد لأول مرة في تاريخها. إذا من اسطنبول الصحفي والناشط السياسي التونسي زياد بومخلا، شكرا جزيلا لك.